بناتي يلعبون جمباز من سن 5 و6 سنوات. رحنا الجمباز، أول ما شافهم الكوتش اللي هو الدكتور خالد إبراهيم قال لي البنات هدول مشروع بطلات. من يوم ما دخلوا ما طلعوا من الجمباز الحمد لله. طبعا هم بدأوا في سن يعتبر كويس، ما هو صغير جدا بالنسبة للعبة كالجمباز، لأنه يبدأون فيها البنات من سن 4 سنين. بس كما تعرفين هي لعبة دوبها جاية على السعودية، فالسن اللي بدأوا فيه صحيح هو سن مدارس، فصار في روتين، حنطلع من المدرسة حنروح على الجمباز، حنرجع البيت حنسوي الهومورك. يعني البنات في أيام إذا ما تغير عليهم هذا الروتين هم يسألون ليش ما رحنا التمرين، ليش ما في تمرين. طبعا تأثير الجمباز عليهم كأطفال جيد جدا. إذا نتكلم جسديا فهي لعبة طبعا تساعد في تطوير القوة، المرونة، مرونة الجسم، التوازن، خفة الحركة، تنسيق الحركات. إذا نتكلم ذهنيا فهي لعبة تساعدهم على التركيز لأنها تحتاج تركيز كبير. أثرت صراحة علينا بطريقة إيجابية، الحمد لله حققوا أشياء حلوة. عندي الكبيرة حققت ميدالية فضية على واحد من الأجهزة ويعتبر شيء كويس جدا. هم ثنتين من بين أول 8 بنوتات في على صعيد المملكة، فهذا يعتبر إنجاز كبير. نطمح طبعا للذهبية على كل الأجهزة للثنتين. الاتحاد السعودي هنختتم سنة 2024 بأول بطولة للجمباز للجميع، هيشارك فيها أولاد وبنات، وهنفتتح 2025 ببطولة الفني. هي هتتقسم على شقين، شق في بطولة فتنس والبطولة المهاري، إن شاء الله بإذن الله هتكون في بداية 2025.